اهلا وسهلا مشاهدينا في حلقه جديده من اكل وسفر. اليوم احنا في شمال المملكه المتحده، مدينه ادنبرا عاصمه اسكتلندا. انا واقف هون عند ادنبرا كاسل اللي هو قصر ادنبرا. المدينه فعلا معبيه اماكن تاريخيه، كل المباني اللي فيها فعلا قديمه بالشكل القديم، كنايس، الاثريه، الشوارع الى اخره. لكن احنا هون مش عشان نزور هاي الاماكن ومع انها حلوه جدا، لكن احنا هون عشان انتم عارفين ليش، نتعرف على الاكل الاسكتلندي التقليدي. اول وجبه في حلقه اليوم راح تكون الفطور الاسكتلندي التقليدي. اجيت على مكان اسمه ميميز بيك هاوس. الفطور الاسكتلندي شو هو؟ شغلتين رئيسيات هنا في اسكتلندا. هاي هم اجوا. واو. بريليانت. ثانك يو سو ماتش. طيب بدل ما نحكي في المنيو راح نحكي على الواقع. الفطور الاسكتلندي شغلتين، اول شغله هي البوريج اللي هو الشوفان بالحليب السخن، يعني بيعتبروها هي الفطور الاساسي الاول لسكان اسكتلندا. ثاني شغله اللي هي السالمون مع البيض. في إشي كمان برضه بنلاقيه كثير في السوبر ماركتات، مرات بيكون مكتوب عليه سكوتش سموكت سالمون. سكوتش سموكت سالمون اللي هو السالمون المدخن على الطريقه الاسكتلنديه. خلينا نبدا بالشوفان. الشوفان طعمته زاكية، ما فيه حلاوة أبداً، يعني هو شوفان سادة، الحلاوة كلها جاية من المربى مع الشوفان السخن هيك، والمربى حتى بارد شوي يمكن كانوا حاطينه في الثلاجة. حلوة حلوة الفكرة الصراحة، زاكي. في شغلة مهمة كثير بدي أحكيها قبل ما نفوت في السالمون والبيض. أنا مش كثير بحب الشوفان، يعني حتى لما قرأت إنه هو هذا الإشي التقليدي كون في اسكتلندا وكنت بدي أجربه ما كنتش هيك كثير متحمس إنه هذا أكثر إشي أنا زاكي بحبه، لسبب أنا دائما بحكيها اللي أكل شغلة وما عجبته في أكثر من احتمال، ممكن هو مش من ذوقه هاي الشغلة، لكن في واحدة من الاحتمالات إنه ما أكلها في المكان الصح. طيب الحين بكفي كلام نفوت في إيش؟ السالمون والبيض. يا سلام، السالمون طعمته عن جد مميزة، عن جد مميزة. هو هيك بارد طبعا، سموكت سالمون بيجي بارد زي السوشي اشي زي هيك، مع البيض السخن الخبز السخنة وحاطين هيك شوية زبدة برضو الواحد يدوبها عليهم. لكن نرجع للسالمون اللي هو الحكاية كلياتها. في السموكت سالمون خصوصا مرات الواحد ما بحسش كتير بطعمة السالمون، فعلا بتكون شرايح كتير رفيعة، لكن هاي حتى الشرايح نفسها يعني مش رفيعة كتير، شرايح سميكة، من أسمك شرايح السالمون اللي أشوفها، ومعبية طعمة، معبية طعمة إيش؟ طعمة السالمون نفسها. هيك خلصنا الفطور. عن جد مرات لما يكون الفطور لهاي الدرجة زاكي في الأماكن اللي بروح عليها بقعد أتساءل طب كيف باقي الأكلات؟ وصلت على مطعم اسمه ذا ألباناك في وسط مدينة إدنبرا، قريب كتير حتى من قصر إدنبرا. بدي أجرب شوربة برضو قرأت عنها، واحدة من أكثر الأشياء التقليدية هنا في اسكتلندا، اسمها كولين سكينك سوب. هي شوربة سمك وبطاطا وكريمة بتتقدم مع شوية خبز وزبدة. هذا نوع السمك الهادوك، بيستخدموه برضو في الفيشن شيبس، فريحته كمان قوية، ولما يكون سموكت مدخن تنشف السوائل اللي فيه شوي فبتقوى طعمته أكثر. الحلو في الموضوع شوف كمية السمك والبطاطا اللي في الصحن، كمية كبيرة كتير يعني، صحنها شوربة لكنها ممكن تصير وجبة كاملة عقد ما فيها بطاطا وسمك. طيب أنا دخلت في الشوربة بسرعة ونسيت الخبزة، صراحة الخبزة شكلها رهيب. بتعرفوا كيف خبزة التوست قبل ما تتقطع كيف تنخبز بيطلع شكلها؟ أي بالضبط نفس شكل خبزة التوست. طبعا في ناس بحبوا ياخذوا من الخبزة نفسها وبغمسوا في الشوربة. خلصنا الشوربة، بدي اروح على مكان ثاني اكله برضه اسكتلنديه 100%، شيء سمعت عنه برضه هيك يعني تحمست وخفت في نفس الوقت. الاكله اللي انا رايح لها الحين اسمها هاجيز، شغله تقليديه جدا. مطعم اسمه اركيد، هون شوف حتى كاتبين على باب المطعم بيست هاجيز ان تاون. انا دورت عليه ما كنت شايف هاي الشغله صراحه، انا دورت عليه على الانترنت ولقيت انه مشهور كثير بالهاجيز تبعته. الهاجيز اكله اسكتلنديه تقليديه جدا، بتنعمل من، خلينا نشوف من ايش بتنعمل جوا. يلا، الهاجز هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن ميكس ما بين المصارين والامعاء والكبدة والكلاوي تبعت الخروف. So this is the haggis and this is sweet potato or potato.
النورمال بوتيتوز. واو شكلها رهيب، شكلها رهيب زي البنايه عن جد. هاي شغله ما كنتش كثير متحمس اكلها، بس كنت بتحمس مش عارف يعني، بدي اكلها بدي اجربها، بحب اجرب الاشياء الجديده خصوصا هيك اشياء غريبه. وانا ما عندي مشكله صراحه اكل المصارين والامعاء، احنا يعني العرب متعودين عندنا هاي الشغله فينا، لكن خلينا نجربها في ثقافات تانية. الطعمة هنا في اللحمة قوية كتير، يمكن عشان هيك بحطوا مش بس طبقة، طبقتين ونوعين بطاطا مختلفات، البطاطا الحلوة والبطاطا العادية، عشان يعطوا هيك شوية توازن في الصحن. مش عارف هيك لسه مش في لقمتين حاحكم على شغلة أول مرة ما كلها في حياتي. طيب بعد ما خلصت نص الصحن تقريبا، مش تقريبا بالضبط نصه، يا سلام. الحين بقدر هيك شوي احكي رايي عن جد. خليط اللحمه هذا الاشياء، مش بس اللحمه، الاشياء اللي حكيناها في البدايه، يعني بالنهايه بيطلع طعمه شغله جديده الواحد ما جربها قبل هيك صراحه. فكره انه اضافه البطاطا معاها ممتازه جدا، خصوصا انه طبقتين بطاطا مش طبقه واحده، عشان هاي هيك طعمتها ممكن تكون نوعا ما اول شيء ناشفه، ثاني شغله غريبه شوي او انه ثقيله شوي، فعشان هيك بحطوا نوعين بطاطا عشان الواحد ياكل هيك يحس بطعمه متكامله، هيك فيها توازن تصير الشغله. اعتقد احسن طريقه الواحد ياكل هاي الشغله هو هيك، يخلط البطاطا مع الخليط هذا مع اللحمه والمصارين وكذا، بتطلع فعلا اشي زاكي. زي ما بيحكوا عيش كتير بتشوف كتير. انا عن جد كل ما قاعد بلفلف بروح اماكن جديده قاعد بستغرب من الاشياء اللي بلاقيها في هاي الاماكن. لا اليوم صراحه مصدوم، يعني اخر شغله كنت متوقعها في حياتي اني في اسكتلندا اكل شغله معموله من الاحشاء والمصارين وتعجبني كمان يعني. وهيك بقدر اقول لكم خلصت حلقة اسكتلندا، بودعكم، خلصت السنه، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله السنه الجاي كلها تكون سنه افراح وسعاده واكل زاكي اكيد. اخر حلقه لبرنامج اكل وسفر في 2017، نشوفكم في 2018 ان شاء الله في برنامج اكل وسفر مع حلقه جديده، مكان جديد واكل جديد. سلام.